بمناسبة الألبوم ده، هل انت غنيتي في كورال في غنوة تانية؟ ناس كتير حست ان صوتك جوه، قالوا اللي غنت دي. ايوة دي حقيقة، دي كانت صاحبتي وانا انا دايما بحب اساعد صاحباتي، يعني لو حد مش عارف يقول بدخل انا غنيله، ما عنديش مشكلة في الحتة دي. وانا اساسا بجانب الاوبرا كنت بشتغل كورال، الكورال اللي بيرد ورا المطربين. يعني هديكي مثال بس اكيد هي ما كانتش على ايام، يعني مثلا كل البنات بتحب مني وانا عارفه ان اللي بيرد دول. اشهر غنوه رديتي كورال فيها ايه؟ والله تساعدني في ده راندا بقى، راندا معايا في الفرقه. راندا تفتكري لما خدتيني عند استاذ حميد الشاعري واحنا كنا زمان بنغني انا وانتي في كورال، تفتكري غنوة مشهورة احنا غنينا فيها انا وانتي؟ مين وانا 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 ما كانتش على ايام. لا بجد والله. بس احنا عملنا كتير كتير. بس مش وانا 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 بس. لا دي لان دي دلال عبد العزيز. دي كانت قديمة. دلال عبد العزيز بس انا قصدي بديكي مثال، يعني كنا كورال وكنا بنشتغل مع بعض على فكرة. انا رديت كورال. امال ايه، انا رديت كورال ورا عمار الشريعي. الله والله انا وايناس جوهر. الله انت كده حاجات كده فيلم البريء وبتاع. عايزه اقول ان شغلي في الكورال ده هو اللي عرفني يعني ايه وقفه اتعامل مع المايك ازاي. لاني ماسكه المايك دي، في ناس بتعرف تمسك المايك وفي ناس ما بتعرفش خالص. اللي ما بيعرفش بيبقى عامل ايه؟ بيبقى لازقه حطه جوه بقه كده. لكن المايك ده المفروض لما هاجي اعلي صوتي ابعد لما انا دايما بتكلم في ماسكه المايك، لان ماسكه المايك دي مهمه جدا بالنسبه للفنان اللي بيغني لايف. طيب عايزه اقول لك، هل ماسكه المايك وحته انه بيحطه جوه بقه كده ده بتضيع مخارج الفاظ كتير؟ طبعا، بس انا محظوظه بان مهندس الصوت اللي معايا استاذ عاصم السيد عارف ان انا بغني، يعني انا ممكن اغني وانا عامله المساحه دي بالظبط، وعارف ان انا ممكن اعمل كده. فده لي ظابطه وده لي ظابطه، يعني انا لو غنيت بس انا ماسكه المايك لحد فين بقى، فهو بيعرف يظبط لي صوتي. في ناس تانية تغني من بعيد كويس، لكن لو جت قربت المايك يصفر مثلا. ايوه. وفي العكس صحيح. في لما يجوا لازم يقربوا كده، واذا بعدوا ما تسمعيش حاجه. فده بيبقى مهندس ده صوت. محتاج يتمرن يعني حاجه ولا يعمل اكيد إيه؟ ومحتاج المهندس الصوت يبقى مع المطرب. يعني انا الحمد لله محظوظه بفريق عمل، ناس فاهميني وانا فاهمها، حتى فرقتي الموسيقيه فاهميني وانا فاهماها، عارفين بحب ايه وما بحبش ايه. يعني ما بحبش مثلا انا الموسيقيين يعزفوا نفس الغنى اللي انا بغنيه، يسلوني. لكن يعزفوا تلاقيني اقفش واقول له طب تعالى اتفضل غني انت بقى. بيونسك بس. احنا عرفنا بعض، حفظنا بعض. بس لفته جميله جدا كمان، معلش لازم اشير ليها، انه الكورال بتاعك هم اصحابك وزمايلك واللي اشتركتوا يعني في وقت من الاوقات. اللي قدرت احافظ او الاقيها رندا، والحقيقه رندا ليها فضل عليا، لانها خدتني وعرفتني باستاذ حميد الشاعري لما كان، يعني حميد الشاعري ده يعني ما كانش فيه غيره في مصر تقريبا. كانت جميله وصاحبه جدعه وانا بحبها، وطبعا الباقيين، بس يعني رندا هي معايا من زمان. سقف رندا يا جدعان. لفته جميله منك.